السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنبدأ مع بعض الفيديو بنتكلم فيه على كتاب المعاصر ثالثة ابتدائي. تعالوا نشوف أخيرا الكتاب نزل منهج جديد. تعالوا نشوف الكتاب عبارة عن إيه. زي ما انتم شايفين هو عبارة عن كتابين، والمنظر الصورة كمان أهي، والكتابين تعالوا نشوف مع بعض عبارة عن إيه. قبل ما نشوف محتويات الكتاب بذكركم ان انتم معاكم قناة الانجليزي اصلا مع ميس سارة سامي. ما تنسوش الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب، وكمان تضغطوا على رمز الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وبالنسبه لصفحتنا على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، وكمان على الانستجرام بالانجليزي ساره سامي 825، الارقام هي 825. ما تنسوش لايك للفيديو ده كمان ومشاركه لاصحابك عشان تعموا الفايده. تعالوا نسمي الله كده ونشوف محتويات الكتاب. بسم الله. اول ما بنفتح الكتاب بنلاقي الاستيكرز اللي انتم شايفينها دي اللي الكتاب المعاصر معروف بيها. تعالوا بقى نشوف بقيه الكتاب من جوه، نفتح نشوف ايه. الاول طبعا بنحط صوره للطالب وبنكتب الاسم والمدرسه والفصل. بعد كده بيذكرنا المعاصر ان بالتطبيق معاك التفاعلي، وبيعرفنا ازاي ندخل فيه عن طريق نشوف بقى طبعا الطالب وولي الامر والمعلم، احنا نسجل حسب انهي حاجه، وطبعا التطبيق بيظهر بالشكل ده اللي بيظهر معاه. طيب بعد كده بيبدأ يكتب لنا ملاحظات على فيروس كورونا وازاي نحمي نفسنا، ربنا يحفظنا اجمعين، والنظافة الشخصية باللي احنا نغسل ايدينا وطريقة الغسل الايد. بعد كده بدأ يتكلم على محتويات الكتاب، دليل لأولياء الامور، بيعرفهم الفلسفة بتاعت المنهج السنة دي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بدأ يعرض الكتاب ماشي ازاي، واحنا دلوقتي هنبدأ برضو ان شاء الله نبدأ نشوف الكتاب. بناخد وحدة اولى زي ما انتوا مش عارفين معانا، لما بنيجي نعرض محتويات كتاب بنعرض الوحدة الاولى، وبنبقى الكتاب عارفين ان هيبقى ماشي في بقية الوحدات بنفس الطريقة. طيب الكتاب بعد كده جاب لنا ارشادات مهمة عشان الطفل يبقى قاعد كويس، والكتابة. بعد كده بدأ يدخل في مهارات الكتابة زي بقى بعد كده يجيب لنا الكلمات اللي قبل كده اخدنا فكرة عنها زي ما انتوا شايفين، وازاي اللي احنا نكون جملة. بيذكرنا بكل الحاجات دي في الانجليزي، بيذكرنا برضو ببعض حاجات في الانجليزي، ضمائر الفاعل، وبيذكرنا يعني جزئية جرامر جايبها لنا، يذكرنا بالحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. بعد كده بدأ يتكلم لنا على شخصيات الكتاب جايبها لنا، وبعدين جاب لنا محتويات الكتاب عبارة عن بارت 1 في 3 دروس، وبارت 2 في برضو 3 دروس، يعني هم كلهم 6 وحدات. بيتكلم على هو ام اي، والفكرة الاولى. الفكرة التانية بيتكلم the world around me. طيب تعال نشوف كده عرضه للوحدة الاولى سيم 1 هو ام اي، الفكرة الاولى بتاعت انا من اكون، وبعدها جواها 3 وحدات I feel happy unit 1 I feel happy انا اشعر بالسعادة. طيب تعال نشوف تناولها ازاي. اول حاجة جاب الفوكابلاري بتاعت طبعا الصفات زي ما انت شايفينها happy و excited وهكذا. بعدين جاب لنا محادثة عشان نتعلم التعبير عن هذه الصفات. بعد كده بدأ يدرب الطفل بان هو يكتب الكلمات، يعمل تتبع ليها ويكتبها، مرة يتتبعها ومرة يكتبها. وبعدين جاب اسئلة على الجزئية دي. انتقل بعد كده للانجوج اللغة، بدأ ازاي نعبر وازاي نعمل جملة عن تعبير عن شعورنا، وجاب له الاغنية. بعد كده تناول الحاجات دي الصفات دي ان احنا نكتبها والطفل يتدرب عليها، مرة تريس اللي هو يتتبعها، وبعد كده يبدأ يكتبها هو من دماغه. وبعدين تناول برضو اكتيفيتيز انشطة جايبها على الجزئية دي زي ما انتوا شايفين معايا اهو، دي تدريبات. وبعدين بدأ بعد كده ينتقل للدرس الثاني. احنا في الوحدة الاولى فيها كذا درس، درس الاول شو شفناه، الدرس الثاني بيتكلم على سيلف اكسبريشن التعبير عن الذات، توكينج اباوت فيلينجز بنتكلم على التحدث عن المشاعر، ورايتنج وكمان نكتب عنها. هذا الحاجات اللي جايبها الكلمات. وبعدين بدأ يجيب برضو محادثة جايبها ومتناولها اهو. وبعدين بدأ يتكلم على ملاحظات على اللغة اللي ذكرها، وبعدين جاب عليها أنشطة تدريبات يعني الطفل أو الطالب يحلها.
يجي بعد كده الدرس الثالث بيتكلم على ساينس، جزء العلم، العلوم، هيلسي لايف ستايل، حياة صحية. بدأ يتكلم على حاجات، كلمات بقى بنحتاجها زي ما انتم شايفين كده عشان نبقى بصحة جيدة. وبعدين برضو بدأ يجيب الأكلات، وبعدين رايتنج كورنر، جزء الكتابة، بدأ بقى الكلمات نعمل لنا تتبع ليها وبعدين نبدأ احنا نكتبها، وجاب أنشطة تدريبات على الجزئية دي، وكمان عمل جزئية مرح للطفل أو للطالب عشان يلون. الدرس الرابع بدأ برضو يتكلم على الفونكس اللي هي حاجات النطق، وبعدين جاب أمثلة عليها، وبعدين جاب بانكتويشن ماركس، علامات الترقيم في مهارة الكتابة، وجايب طبعا تدريبات عليها. مازال مستمر في تحفيز الكلمات. وبعدين أنشطة على الدرس الرابع. نيجي للدرس الخامس، الرياضيات القياس، جزء الرياضيات القياس، وبرضو جايب تدريبات عليها اهو وأنشطة. وبعدين يبقى كده معانا 5 دروس. وبعد كده جاب جزئية التعلم والاستمتاع، جايب ازاي بقى نقعد نلون ونرسم، نعبر عن مشاعرنا بالحاجات دي بالطريقة دي، وجايب كمان تلوين. وبعدين عمل التقييم الذاتي اللي هو موجود جديد السنة دي في كتاب المعاصر، ازاي بعد ما نخلص الوحدة نبدأ نقيم نفسنا على مستويات فيها، نشوف احنا عارفين ننطق، عارفين نكتب، وندي نفسنا تقييمات فيها، وبنكتب كمان رأينا او ملاحظات المعلم وملاحظات ولي الامر على الطالب في الحتة الجزئية دي بتاعت يونت 1. وبعدين جاب مراجعة على الوحدة ككل، حاجات المهمة فيها، وبعدين انشطة او امتحانات على الجزئية دي. وبعد كده بدأ يونت 2 ماشي برضه بنفس النظام. طيب هل هو كتاب كده بس؟ لا، الكتاب كمان في اخره في قصة، تعالوا نشوف كده القصة. الكتاب زي ما قلنا فيه قصة اللي هي ملك's دريم، اللي هو حلم ملك. القصة طبعا متناولها زي ما انتم شايفين، جايب القاموس ليها في الاول، قاموس الكلمات المهمة والأماكن والكله. وبعدين جاب أنشطة على زي ما انتم شايفين، اقرأ وتتبع. وبعدين جايب شخصيات القصة وخريطة للقصة، وجاب المكان والزمان، أحداث يعني ملم بالأبعاد بتاعة القصة. بعد القصة لما بنيجي نتناول القصة بنشوف الشخصيات، المكان والزمان، بنشوف بدايتها ونهايتها ومنتصف القصة. بعد كده بدأ يتكلم هنا عن بداية القصة ويتكلم عنها بالصور كده زي ما انتم شايفين، ووسط القصة وختام القصة اهو، وده في الاخر نهاية القصة. ولما بيجيب جزئية طبعا في القصة بيجيب عليها تدريبات واسئلة عليها، يعني بداية القصة جاب بعدها اسئلة عليها، وسط منتصف القصة جاب اسئلة، اخر القصة برضو جاب اسئلة اهو زي ما انتم شايفين على القصة اهو كده خلصها. وهو كمان الكتاب المعاصر مش جايب كده بس، لا ده جايب كمان اللي هي الكروت زي ما انتم شايفين، الكروت اللي بتعبر عن الشخصيات اللي موجودة في القصة زي ما انتم شايفين، دي مس ملك ودي ملك، جايب الشخصيتين دول عشان نعبر بيهم على القصة. طبعا دي وشوش، والورق بتاعهم كمان المرة دي او السنة دي طبعا جودة اعلى. طيب تعالوا نشوف بقى الكتاب التاني اللي هو كتاب النوت بوك ده، انتراكتف التفاعلي، تعالوا نشوف عبارة عن ايه. بنفتح برضو ونشوف، جايب لي في الاول محتوياته. البارت 1 فيه عبارة عن وورد بانك اللي هو بنك الكلمات، بارت 2 رايتنج سكيل، مهارة الكتابة سواء البنكتويشن، ازاي نكتب، ازاي نرتب الجمل والإملاء، بارت 3 جزئية القراءة، بارت 4 ذا فور بيزك سكيلز، المهارات الأربعة أساسية، وبعدين بارت 5 جنرال ريفيجن، مراجعة عامة واكتيفيتيز وأنشطة، بارت 6 ليتس بلاي، دي لعبة عاملها طيب او بنعملها بشكل جميل. اول حاجة بارت 1 بقى، تعالوا احنا قرينا المحتويات، تعالوا نشوف بنفسنا المحتويات ازاي. قال اصنع كراسة مفرداتك اللغوية، وجايب لنا زي ما انتم شايفين كده هنبقى بقى قص
ونلزق بقى ونحط الصور بتاعة كل حاجة اهو زي ما انتوا شايفين على كل وحدة، عشان نعمل احنا القاموس الخاص بينا، قاموس اللغة او الكلمات الخاص بينا على كل وحدة. خلصوا، بعد ما خلصوا جاب بارت 2 اهو، بدأ يتكلم على رايتنج سكيل اللي هي مهارة الكتابة، وفكرنا بالحروف وقال لنا علامات الترقيم طبعا البنكتويشن بيلفت انتباهنا ليها اهو، وجاب أنشطة عليها، وبعدين جاب الأنشطة على كل وحدة بقى. نبدأ نعمل مثلا زي تلوين أسماء على كل وحدة، جايب تدريبات عشان نعرف البنكتويشن فيها تبقى ازاي. بعد كده جاب ازاي نكتب، وعرفني طبعا بيبدأ يشرح ازاي كتابة، ومتخصص بقى في يونت 1 و 2 ايه جزئية الكتابة الخاصة فيهم. بعد كده الجزء الثالث هاو تو ارينج ري ارينج، نرتب اسنتنس الجمل ازاي نرتب، جايب زي ما انتم شايفين كده صوره وعليها جمله مش مترتبه، عايز نتدرب في ترتيبها. بعد كده جزئيه الديكتيشن الاملاء الكلمه، ونتدرب بقى بمعناها سواء بالعربي، ومره نجيبها معناها بالعربي، وعايز احنا نجيب الانجليزي على كل الوحدات. جزئيه بارت 3 ريدنج كورنر، جزئيه القراءه، بدأ يجيب لنا هنا قطعة مثلا مكونة من سطرين وعليها أسئلة زي ما انتوا شايفين، جايب لنا كذا فقرة. بعدين الجزء الرابع بيتكلم على المهارات الأربعة اللي هي استماع والتحدث والقراءة والكتابة، وجايب طبعا تدريبات عليها على كل وحدة اهو، يونت 1 و 2 وهكذا بقى لغاية لما يخلص الوحدات كلها. الجزء الخامس جنرال ريفيجن، مراجعة عامة وأنشطة اهو زي ما انتوا شايفين، بدأ جمع لنا بقى الكلمات والحاجات المهمة اللي اخدناها في كل الوحدات، وبعدين بعد كده جايب لنا مراجعة اسئلة اهي كلها، ده 5 7 جايب لنا مجموعة من الاسئلة كتير اهو لغاية اخر الكتاب، جايب لنا اسئلة، جايب لنا 12 امتحان. بعد كده الجزء السادس ليتس بلاي، هنبدأ نلعب، جايب لنا بقى المشروع البحثي، وجايب لنا ازاي نلون، وبعدين في الاخر اللعبة اللي هنبدأ نلزق منها اهو. طبعا بتقروا تعليمات اللعبة، وبتبدأوا بعد كده ديت الصور اللي هنلزقها في الكتاب من اوله اللي احنا قلنا عليها، هنعمل بنك للكلمات بتاعتنا، هنلزق الصور دي هنا الجزئية بتاعت قدام، هو حطينا الصور بتاعتها ورا بنقصها وبتتلزق كل كلمة حسب هي ايه، يعني مثلا elephant هدور على الفيل اهو مثلا اهو elephant، كاتب لي ان ده كروت اللعبة في الورقة 2 وهكذا. وبعدين بنشوف تعليمات اللعبة اللي هو جايبها لنا، طبعا جايب لنا اللعبة بتاعت مو كيدز اهو، وهنا ديت بنقطع ونلزق اهو cut and stick، وهنا الكلمات الوحدات اهي يونت 1 يونت 2، دي كلمات الوحدات اللي احنا هنقصها ونلزقها حسب الوحدات قدام، ده غير الورق بتاع اللعب. كده خلصنا مع بعض عرض كتاب المعاصر للصف الثالث الثالث الابتدائي، دمتم في امان الله.